لو الحكاية فيها إن فيتو ولاد راس العالم احنا كلنا عارفين كل ده عمال يسيبوا الناس ميتة برضه موجودة هنا. عملتوا ايه؟ بتوزعوا بقى ميه وعصير عشان الصيام؟ ميه عشان الناس اللي صايمه اللي هنا على افطار يا باشا. كل ده على وقت على افطار يعني الشغل ساعه ما في العام في النسبه اللي احنا فيها ولا في الناس اللي صايمه؟ الناس اللي كده ميته ولا الناس اللي الناس اللي حضرتك شايفاهم دول كلهم هيفطروا في الشارع عشان يشيلوا الناس الميتين اللي تحت الجدران برضه نعتبرهم يعني ناس اهلنا من اهالينا برضه اخواتنا واصحابنا واهلنا ابونا وامنا والناس كلها. انتوا اهل المنطقه ولا انتوا مسافرين على المنطقه؟ Vigo.